بسم الله الرحمن الرحيم. أحاديثنا إن شاء الله تعالى عن بناء الكعبة التي أمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل ببنائها، ولكن قبل ذلك سنذكر السبب الذي جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأتي بهاجر وبإسماعيل إلى مكة. وهذه أقدار الله حينما يقدر سبحانه وتعالى، فإن المرأة يساق إلى قدره الذي كتبه الله جل وعلا عليه لحكمة يعلمها الله. وسبب ذلك أن الملك لما ابتلى الله عز وجل إبراهيم وسارة به وأرادها فقال إبراهيم هذه أختي وكانت عنده، دعت عليه 3 مرات، وفي كل مرة تدعو عليه لا يتحرك جسده ويصاب بالشلل، فخافها وقال لا أدري أدخلتم علي بشرا أم شيطانا، وأهداها جارية اسمها هاجر وهي أمنا. فذهبت سارة بهاجر وقالت لإبراهيم لما رآها، قالت أخزى الله الفاسق وأهدى هاجر، أي أخزاه الله وأعطاني هاجر أمة وهي لك، فوهبتها لإبراهيم. وكان في سابق قدر الله عز وجل أن تحمل أمنا هاجر بإسماعيل، وسارة لم تحمل بعد من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فغارت سارة وقالت لا أساكنها في أرض. فمضى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانت أمنا هاجر وقد وضعت منطقة على وسطها وهي من القماش بحيث آخرها يجر في الأرض فتخفي أثرها، فلا تدري سارة أين ذهبت هاجر، وكان إسماعيل رضيعا. مضى بها أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نبينا حتى وصل بها إلى مكة، وكان معها شن ماء وهي القربة وطعام، فوضعهما في مكان البيت الحرام، الآن في مكان المسجد، وضعهما تحت شجرة كبيرة تسمى دوحة. ثم رجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام فاتبعته أم إسماعيل حتى بلغوا كداء، وهي منطقة الآن من أحياء مكة، تلحقه وتناديه من ورائه تقول يا إبراهيم إلى من تتركنا إلى من تتركنا، فلا يرد عليها، فقالت الله أمرك بذلك؟ فالتفت إليها وقال نعم، قالت امضي فإنه لن يضيعنا. وكانت مكة لا بشر فيها كما قال إبراهيم في دعائه بعدما ذهبت، وقالت لن يضيعنا الله، عادت إلى صبيها. فلما بلغ إبراهيم الثنية وهي منطقة مرتفعة استقبل البيت بوجهه، ثم دعا بقوله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أم إسماعيل بدأت بإرضاع طفلها، فكانت تشرب الماء وتأكل من التمر حتى نفد التمر وقضى الماء، وبدأ الغلام يتلوى من الجوع ويتلبط، والأم لا تتحمل أن ترى ولدها بهذه الصورة، فنظرت فوجدت جبل الصفا أقرب شيء إليها، وجبل الصفا لكل من ذهب إلى مكة يعلم أن السعي يبدأ من هناك، فتصعد على جبل الصفا وتنظر فلا ترى أحدا، ثم تنزل فإذا صارت في وسط الطريق بين الصفا والمروة، وكان واديا عميقا، كانت ترفع درعها أي ثوبها وتسعى، والسعي هو دون الركض وفوق المشي، ثم تذهب إلى المروة، وهكذا 7 مرات تبحث عن أمل في أن تجد شيئا لهذا الغلام الذي يتلبط من الجوع والألم. سمعت صوتا فقالت صه، أي تسكت نفسها، فكأنها لشدة حرصها تأمر نفسها أن تسكت لتسمع هذا الصوت، فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث أي شيء تغيثنا به،
فأغث، فإذا هي بالملك بجبريل فناداها وقال: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أو أم ولد إبراهيم. فقال: إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. قال: وكلكما إلى كاف، إلى كاف، حسبكما من وكلكما إليه، وكلكما إلى عظيم يكفيكما. فإذا بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو بجناحه، فضرب الأرض فتفجر زمزم من تحت قدم الغلام. فانطلقت الأم لما رأت الماء وبدأت تحوطه حتى لا يذهب وتغرف منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو لم تغرف من الماء لبقي عينا معينا إلى يوم القيامة، أي لأصبح نهرا يفيض فوق الأرض ويسقي الخلق أجمعين. ثم لما أرضعت ولدها واطمأنت نفسه ونفسها، سمعت مناديا وقيل هو الملك، قال: لا تخاف الضيعة، ولا تخاف أن ينفد الماء، ولا تخاف الظمأ، فإنها عين الله يشرب منها ضفان الله، وهذا بيت الله ها هنا يبنيه هذا الغلام وأبوه. نقف هنا ولكم إن شاء الله في الدرس القادم.